السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم وين فريق زيدو نتكلموا على الصقر الكاسر وهو يوسف الناصيري، وين الجماهير إشبيلية عن يوسف، يعني وين عن يوسف ناصيري بعد انجازه الجديد امام يعني فياريال، وين ظاهره واعظم على وين سماوه بانه ظاهره واعظم على الاطلاق، يعني بعد الاهداف التي سجلت، يعني باش تسجل على يعني اهداف كانت حاسمه، اهداف التي انقذت يعني وين نقولوا باللي اهداف اللي خلات النادي اشبيليا يبتعد عن منطقة الخطر بثمان نقاط، يعني راه في المرتبة 12، يعني دروك مبقاش بزاف لي ماتش، يعني عندهم على الأقل عندهم كات ماتش، غادي يمشي باقي كات ماتش، على الأقل عندهم يربحوا كات ماتش يبقاو، يعني ولا يمكن يعني يكون يمكن يشاركوا في منافسة، يمكن يشاركوا في منافسة، خاطش عليه المورال راه عندهم مليح، صورتو وين أنا من واحد اللي نشوف بلي إشبيليا اللي غادي تفوز على جوفنتيس، غادي تفوز على جوفنتيس، هذه هي. وين تفاعلت جماهير الفريق إشبيليا مع النجم المغربي يوسف الناصيري بعد أدائه وهدفه في مباراة أمس ضد يعني الفياريال، يعني وين بهدف القاتل في الوقت 94 دقيقة، يعني في الوقت 94 دقيقة، واستضاف الملعب يعني شعلنا كيفاش مباراة فريقين في إطار منافسة الجولة 30 من الدور الإسباني، حيث فازت إشبيليا يعني بهدفين لهدف أمام نادي محترم، يعني نادي محترم فياريال، وتمكن الناصيري من تسجيل هدف القاتل والثاني بعد ما كان احتياطي ودخولي في الدقيقة 58، يعني وسجل الهدف في الدقيقة 94 من عمر المباراة، هدف يعني ناصيري أمام يعني أمام فياريال، هدف كان رقم 17، أصبح يعني ناصيري نقولوا باللي الأهداف التي أصبح يسجلها يعني دائما وين كانت حاسمة، خاصة وين في مانشستر يونايتد مباراة في لالي، وين سجل هدف التعادل في الوقت القاتل، وبعدها ونسجل هدفين يعني على ديخيا ومانشستر يونايتد في مباراة العودة، وانتهت المباراة بثلاث أهداف لصفر، يعني شاهدنا ونسجل هدف في الدقيقة الثامنة يعني في مباراة العودة، شاهدنا تعميق يعني من زميله، والهدف الثاني والثالث ليه في الدقيقة 81، يعني وين نقولوا باللي ناصيري وين أصبح يعني علامة مسجلة عند الانصار، يعني انصار مانشستر، انصار يعني اشبيليا، وان كما كتب احد المشجعين يعني اشبيليا عن تويتر، يا لها من صفقه، يا له من لعاب، لقد يعني انقذنا من يمكن ان نقول بانه انقذنا من سقوط حر، واضاف مناصر اخر، بالنظر إلى عدد المباريات التي خاضها الناصيري وتسجيله 17 هدف هو أمر لا يصدق، ووصل تالي يعني مناصر آخر، الناصيري هو الإفريقي الأعظم على الإطلاق، وقال كذلك آخر يعني في تصريحاته هذه في الصفحة تاع إشبيليا فاني كذلك، وين وقال مناصر آخر الناصيري لا يمكن إيقافه عندما يعني يلعب، وأكد مناصر خامس الملك بالتأكيد سيصل يعني إلى الأهداف يعني العشرين هذا الموسم، إذ بقي هذا الموسم 20 هدف، بينما قال أحد مشجعين يعني إشبيليا عن ناصيري إنه ظاهرة، رغم أن بداية لم تكن موفقة
لأنه كان مصاب، لكن بعد ما شاهدته في كأس العالم أدركت بأنه لعاب من طينة الكبار، محترف بمعنى الكلمة، يعني يعرف ماذا يجب عليه القيام به يعني في المباريات، خاصة المباراة الحاسمة والتي ظهر بها يعني بطل. وقال مشجع آخر: نحن محظوظين جدا لوجود الناصري في فريقنا، يا له من أسطورة. وكتب الآخر: يعني الناصري هو هدية التي تستمر في العطاء لنا. في حين كتب مشجع يعني آخر: واحد من أفضل ما ارتدى قميص يعني الإشبيلية في هذه 10 سنوات الأخيرة على الإطلاق. يعني وين ناس يعني وين ما شوف انا ندير لهم تراديكسيون يا جماعه، عايلة وراي وندير لهم تراديكسيون عمول، ندير راكم تشوفوا ندير لهم تراديكسيون، والله ندير لهم تراديكسيون يعني في الاخرى تاع كيما نقولوا حنايا في الصفحه تاع اسمهم تاع اشبيليا، يعني ودايرين لهم تراديكسيون. يعني ناس ما شاء الله، يعني لعاب ما شاء الله، لعاب كبير، لعاب وين لعاب كبير، لعاب كبير، لعاب كبير، خاصة وين ناصيري وين نال يعني مهاجم المغربي إشبيلية الإسباني جائزة أفضل لعاب في الأسبوع بمسابقة الدوري الأوروبي اليوري الأوروبا ليج، نظرا لمستوى الرائع الذي قدمه في مواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور الربع النهائي، وتعادل إشبيلية بنتيجة هدفين لهدفين في مباراة الذهاب بمدينة مانشستر، يعني قبل أن يحقق الفوز بهز يعني يعني باهر يعني يوم الخميس الماضي على ملعبه بثلاثية نظيفة بفضل تألق الناصري ليحقق تأهل مستحق إلى المربع الذهبي ومواصلة رحلة البحث عن اللقب السابع لفريقه في المسابقة. ناصري وين توج بجائزة لعاب الأسبوع في الدور الأوروبي، لعاب الأسبوع في الدور الأوروبي، وأسهم الناصري بقصد كبير في التأهل إشبيلية بتسجيله ثنائية لفريقه، حيث افتتح التسجيل عند الدقيقة 8 وعندما استغل خطأ كبير من المدافع هاري يعني قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81، كما يعني كان قد تسبب بشكل مباشر في الهدف التعادل في مباراة الذهاب على الملعب ملعب مانشستر الأسبوع يعني ما قبل الأخيرة. وتغلب الدولي المغربي على مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا في الربع النهائي وهم الصربي نيماني ماتيش يعني اللاعب روما، والفرنسي أدريان روبيو متوسط ميدان جوفنتوس، والتشيكي آدم أوليسك لاعب باير ليفركوزن. ويقدم الناصري 25 عام مستويات جيدة هذا الموسم، حيث شارك مع إشبيلية حتى الآن في 48 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 17 هدف منها ثلاثية في الدور الأوروبي بالإضافة إلى صناعة هدف واحد في المسابقة ذاتها. ما شاء الله عليها، ما شاء الله، يعني وين ناصيري وين يسجل اسمه ضمن أفضل هدافين إلى جانب في هدافين أجانب في تاريخ إشبيلية. يعني ناس تخدم خويا، هذه الصوالح لا يجوا بالخدمة، يجوا بالعمل، يعني هذه الأمور يجوا بالعمل، وكاع صوالح يعني ياتونا بالعمل، ما يجوش صدفة، ما تجيش خويا. كبير عمورة فريق مركا، وعلى بالنا عمورة مركا، نقول لك عمورة وين قاد يعني وين على بالي بلي مركا ربحوا 2-0 على بالي. قريبة إن شاء الله، المهم حوسوا نقول لك وين نجحوا هذا مكافأة.
تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني معنا ديما معاكم بجديد وربي يحفظكم وصحة عليكم خاطي.